طب الالوان بقى تلعبي الموضة. بالالوان ازاي؟ ايه الموضه اصلا دلوقتي على روزات، على بيتش، على بصي انا ايه بحب اقرب شويه، انا حاجه بميل موضه؟ للبيتش فعلا، والاورنج والبني والبرونزي. انا بموت في ده البشره، في الصيف ولا في عشان البشره احنا لسه السمراء طالعين من الصيف، ولا في عادي طول قافله السنه؟ عامه طول السنه. انا مش بحب افتح البشره قوي، يعني هتلاقي كل البشره، ما تلاقيش الوش الفاتح قوي اللي بيدي مع الفلاش كاميرا. لما بتبقي قاعده في الفرح واي حد مثلا طبيعي بيصورك بكاميرا عاديه مش بروفيشنال، هتلاقي وشك طالع فاتح قوي فيها. فانا لازم بحدد الفكره دي، ان انت ما تفتحيش وشك قوي على قد ما تقدري، لان كل ده بيبان في الصور العاديه، يعني مثلا على الموبايل او على كاميرا. اعملي حساب ان ناس مش بروفيشنال هتصورك، فغمقي سنه لون البشره. يعني مثلا دي بشره كانت سمرا شويه، برضو لازم احدد لها شكل عينيها من الوش كله ما كانش فعلا متحدد، لكن حافظت على سمار البشره، لان انا بحب جدا البشره السمراء والخمريه تبقى على نفس لونها. تحددي جمالها وتعملي مثلا ده الالوان اللي تليق على السمر، مثلا زي الموفات، زي البينكات، ده اللي ينورك اكتر. لكن ما انصحهمش مثلا يلبسوا احمر، يلبسوا اوكي، اخضر، يعني الالوان دي شويه ممكن تميل سمرهم اكتر. للابيض. بالظبط، طب العروسه المحجبه معروف ان الميك اب بتاعها حدوده الوش، يا دوبك تمام على قد الوجه يعني. تمام المش محجبات اكيد بيبقى بتحتاجي تعمليهم مثلا بادي ميك اب، او تخلي ما طبعا فيش فرق بين الوش وبين الرقبه وكده، طبعا بتاخد منك وقت قد ايه تقريبا؟ مش وقت طبعا، لان انا بيبقى في استعدادات معايا، الاسيستنت معايا، مساعدين، حاجه كل واحد بيعمل حاجه، حد بيعمل لها ضوافرها، حد بيعمل لها جسمها، حد بيعمل لها شعرها، واحنا بنبقى شغالين مع بعض. بيبقى في تحديده لليوم، مثلا العروسه عايز تمشي الساعه 5 او 6، بتجي لنا من الساعه 11 الصبح، فبتيجي بدري جدا. بنحاول نعمل لها كل تجهيزات، مثلا الشعر والضوافر واللبس، لحد ما انا اجي، وبعدين انا اجي اعمل الميك اب. بعد كده لو في هنرفع الشعر لو مش محجبه او كحجاب، انا اللي بعمل لها الطرحه مقفول خالص طب يعني. بعيدا عن التجهيزات كاملة بتاعة العروسة اللي هي ممكن تبقى بتستخدمها في سنتر، الميك اب انت بتنصحي ان الميك اب يتحط، بتبتدي تحطيه على وش عروسة قبلها بقد ايه؟ قبل التصوير بساعتين ساعتين، بالظبط. ليه بقى؟ وبيبقى فيه لان الميك مثبت اب بعد كده ولا بس؟ طبعا بنثبت كل حاجه. اولا من اول الفاونديشن والباودر لازم تبقي بتستخدمي حاجات تقيله شويه، عشان العروسه بتقعد لحد الساعه 3 4 الصبح. مهما عملتي في نوع فاونديشن كده سينمائي، عارفه حطيته شيماء سعيد لما نزلت الدولفين في البسين، ده كل ده ميك اب ووتر بروف. يعني لما نحط لها حاجه تدمع، مثلا مامتها تدخل او اختها او حاجه، هتلاقي فعلا الدموع بتنزل او حاجه، كل ده ووتر بروف. طب لو ووتر بروف في الفرح وانتي ابتديتي تحطي ميك اب، وبعد كده حبت العروسه ان هي تغير اي حاجه، بتعملي ايه؟ تغير فين بقى؟ تغير في مكياجها. وانا بعمل لها شخصيا، ما انا بقول لك في تعديلات، لكن نوع الفاونديشن نفسه والالوان بنبقى متفقين عليها. يعني مثلا اول ما بقعد، اكيد مش مثلا اول يوم اشوفك يلا هنعمل لك، لا، قبل كده بسالك انت بتحبي تفتحي البشره، بتحبي تغمقيها. في عرايس اول ما بتقعد بتقول لي انا عايزه ابقى بيضه، انا عايزه ابقى بينك. فالعرايس دي انا بحبها او كل حاجه، بس فعلا بتخضك من يعني الأول، مش صعب بتحب، عليكي. مش كده يعني، بحس ان هي مش عايزه تديني الاحساس اللي انا عايزه اعمله لها. لان خلي بالك في فرق بين ان انت تشوفي واحده حاطه ميك اب، وفي فرق ان انت تشوفي واحده قمر ومش عارفه هي عامله ايه. هو ده التكنيك اللي انا عايزه اهدفه. يعني حتى اللي بيجوا يتعلموا معايا، انا بعلم بقى، بدي كورسات ميك اب، ما ينفعش اقول لها خدي القلم واخليها تعمل، بقول لها طلعي اللي اوكي جواكي وريني هتعملي ايه اوكي للي قدامك، هتطلعيها شكلها عامل ازاي. لو حسيت ان هي بتطلع فيها حته مختلفه يبقى دي عندها استعداد، اوكي لكن لو بتعمل ميك اب بس يبقى فعلا لسه عندها استمراريه في الكورسات. ناني سري ميك اب ارتست، بشكرك، نورتينا، كل سنه وانت طيبه. انا كنت مبسوطه جدا يا مي، وان شاء الله كل العرايس يستفيدوا بالكلام الجميل ده، ان شاء ونتقابل تاني الله في حلقات تانيه. وكل يجيبوا سنه النصايح وانتم بتاعتك طيبين. بقى يشوفوها. ايوه، ميرسي، نورتينا. ميرسي يا مي، ميرسي. مشاهدينا استنونا، لسه معانا فقرات كتير زياده في نهارك سعيد.